يعطيكم العافية. الآن بدنا من هذا الفيديو بدنا نرجع لشوية مواضيع اللي علاقة بمواضيع شرحناها زي الفورمز، زي الريكوستس، زي الأبلود فايل، زي الداتابيز. وسبب إنه أنا أجلتها بحيث إنه تصير مفهومة أكثر لما نيجي ناخذها الآن. الآن في هذا الفيديو بنشرح في موضوع مهم. إحنا سابقا كنا أخذنا الداتابيز وكيف نضيف رو جديد، واخذنا برضه الابلود فايل وكيف نرفع فايل على السيستم. الان في مشكله في موضوع الابلود فايلز مع الداتابيز. كيف يعني؟ انا الان في عندي كارز، في عندي تيبل في الداتابيز اسمه كارز، او بالاصح في عندي موديل اسمه كار. الكار هذا له موديل، موديل اللي هو نوع السياره، وله يير اللي هي سنة تصنيع السيارة أو إصدار السيارة، وإله إيمج يعني صورة السيارة، موديل يير إيمج، موديل يير إيمج. طيب الآن لما أجي بدي أعمل دات التيبل في الداتابيز، طبيعي جدا إن أنا أعمل أي دي اللي هو أوتو إنكرمنت، أعمل حقل اسمه موديل، أعمل حقل اسمه يير. طيب هل بدي أعمل حقل اسمه إيمج ولا لا؟ مش بس هنا المشكلة، المشكلة إنه أنا لما أجي أعمل الفورم، هنشوف الفورم كمان شوي، الفورم مفترض إنه يحتوي على ثلاث حقول. حقل تكست بياخد الموديل، حقل نمبر بياخد الير، وحقل الفايل بياخد الايمج. احنا عارفين كويس انه البيانات اللي هي الموديل والير هذه هتروح على تيبل الكارز، والايمج لما اجي ارفعها في الفورم هتروح على الابلود فايل، او هتروح على الفايل سيستم على مجلد الابلودز ايمجز. مش هنا المشكله، انت يعني ضفت كار في الداتابيز وضفت صوره الكار هذه في الفايل سيستم، كيف بدك تعرف انه الصوره هذه للكار هذه؟ انت الكار بتضيف الموديل والير في الداتابيز، وتضيف الايمج نفسها في الفايل سيستم. كيف بدك تربط بينهم؟ ايش الربط بينهم؟ ايش الربط بين الكار اللي في الداتابيز وبين الصوره تبعتها في الفايل سيستم؟ فعليا ما فيش. احنا في هذا الفيديو بدنا نيجي نحل المشكله، عشان نيجي نحل المشكله بنيجي بنعمل، عشان افهمكم كيف حالها، بنيجي بنعمل كار تيبل اسمه كارز، بنعطي له اي دي ادوات انكريمنت موديل يير، وبنعمل له حقل اسمه ايمج نوع تكست، تكست او فار كار ايا كان يعني، بس بتعمل له حقل اسمه تكست. تمام هيك فيش مشكله. طيب هذه الصفحه او هذا البيج لموضوع الفيو كارز، وفي عندي هنا للكرييت كار. على كل حال خليني اجي على الكرييت اعمل الفورم والاكشن. طيب هنا هقول له فورم، الاكشن هو نفسه، الميثود راح يكون بوست، وطبعا ما ننساش الانك تايب يكون مالتي بارت فورم داتا، انك تايب مالتي بارت فورم داتا. طيب بعدين هقول له طبعا هعمل هنا ديف كلاس فورم جروب، هقول له هنا ليبل الموديل، هعمل انبوت، الانبوت هذا التايب تبعه تكست، النيم تبعه موديل، وبعدين هعمل كمان كلاس فورم جروب، هعمل ليبل اللي هو الير، وهنا هعمل انبوت التايب، ممكن تعمله تكست ممكن تعمله نمبر انت حر، وهنا الاسم تبعه يير. بعدين هعمل الاخير للفايل كلاس form group label image، بعدين هنا input type file والname image، بس نسينا انه احنا نحط ايش الform control class form control. تمام هيك الفورم فيو صارت جاهزة، نيجي نشوف هيك صارت جاهزة، بس اعتقد انه في مشكلة في البوت ستراب،
فورم جروب فور فورم. في مشكلة في البوتستراب، احنا البوتستراب عم جايب الستايل، بالمناسبة انا عامل انكلوز جاهزة، هاي الستايل جاهز، الجي اس جاهز، وداتابيز كونكشن طبعا جاهز. ما ننساش كمان مرة انه في شرط اساسي عشان اقدر اتعامل مع الايمج واربطه مع داتابيز، انه انت تعمل حق الايمج في الكارز. بس انا بدنا نشوف حاليا شو اسمه، ليش مش شغال الفورم بشكل صحيح. انا عامل جايب الانكلودز، نرجع هنا. انا داخل مجلد سيستم، بدي ارجع على مجلد 18 وادخل في الانكلودز. طيب الريلاتيف باث بدي اظبطه، ارجع. تمام اشتغل بشكل صحيح. طبعا احنا نسينا اهم شغله اللي هو الباتون بتاع السبمت، تايب سبمت كلاس باتون باتون برايمري سيف. طبعا انت لو فاهم بوتستراب ممكن تعد يعني الجزئيه هذه في الفيديو، ممكن تعديها كلها مش مشكله. طيب تمام، هذا هذا الفورم فيو. نيجي الان نعمل الاكشن، نيجي نعمل الاكشن. بالنسبه للاكشن هنعمله، طبعا احنا الاكشن جزئين، جزء اللي بيسيف البيانات في الداتابيز، والجزء الثاني هو اللي بيعمل ابلود للفايل. جزء البال بيسيف البيانات في الداتابيز، الجزء الثاني هو اللي بيعمل ابلود في الفايل. انا عموما عشان اريح حالي بدي اعمل الاكشن في مجلد منفصل اكشن دوت بي اتش بي، او في ملف منفصل عفوا، اف سيرفر request method equal equal post. نبدأ بالابلود فايل وبعدين نسيف في الداتابيز وبعدين نشوف وين الخلل بالضبط، نشوف وين الخلل بالضبط بعدين نكمل. طيب نقول له هنا اف، اذا انا ممكن انا هنا اعمل validation طبعا اكيد على كل حال. not empty البوست، انا في عندي موديل and not empty البوست وفي عندي year وبرضو not empty الفايلز اوف ايمج. تمام make ال validation لانه مش فاضي جاهز. الان نيجي على الابلود فايل. ابلود فايل عارفين احنا اول شيء بنجيب الفايل نيم بتساوي فايلز اوف ايمج اوف نيم، بعدين بجيب الفايل سايز لو بدي اياه، بس هو بيلزمنيش. انا حاليا تقريبا انا الشغله الوحيده اللي بدي اياها ان انا بدي اجيب الاكستنشن، انا بديش السايز. طبعا بدي التمب، لان التمب هو اللي انا بدي ارفع من خلاله. فالسايز بديش، انا بقدر اجيب اربع شغلات وفي شغله خامسه بجيبها بالفانكشن. اربع شغلات بجيبها، الفايل نيم، الفايل سايز، الفايل تيمب، الفايل تايب، وطبعا بجيب الاكستنشن. الاكستنشن بجيبه من خلال الفايل نيم اصلا. يعني انا بلزمني حاليا بس الفايل نيم عشان اجيب منه الاكستنشن، لانه هيك انا هعمل نيم جديد، وبلزمني الفايل تيمب لانه اللي من خلاله هو اللي بعمل موف على الفايل سيستم بتاع السيرفر. فبدي الفايل نيم وبدي الفايل تيمب بتساوي فايلز اوف ايمج اوف تيمب نيم، وبعدين هنا هقول له فايل اكستنشن بتساوي، بستخدم طبعا الطريقه اللي اتعلمناها اس تي ار، بستخدم الباث انفو، بعطيه له الفايل نيم وبعطيه له الكونستانت باث انفو اكستنشن، وهذا من باب الاحتياط باخده في اس تي ار تو لاور كيس. تمام هيك جبت المعلومات اللي بدي اياها. بعدين بعمل موف، بدي اعمل اسم جديد فايل نيو نيم بتساوي زي ما تعلمنا، ممكن انا اعمل اس تي ار فال، اجيب التايم لانه وقت بالثانيه صعب يتكرر، عشان اضمن انه ما يتكررش بروح بضيف عليه راندوم من 1 ل 13000 مليون مش مهم. يعني هيك عملنا النيم، بدي اضيف عليه الفايل اكستنشن دوت فايل اكست، هيك نيم الفايل.
الآن أنا بدي أخزن في الباث. الباث زي ما احنا شايفين هذا المشروع تبعي، هي اسمه 18 upload file and database slash uploads slash images. فأنا الباث اللي أنا بدي أخزن فيه، لأنه هذه كار بدي أخزنها في مجلد الإيمجز اللي في الأبلودز، هذه كار بدي أخزنها في مجلد الإيمجز اللي في الأبلودز. فبدي أجي أعمل الأبلود باث بتساوي uploads slash images زي ما تعلمنا سابقا، slash الفايل نيم تبعي، وبعدين بستخدم موف ابلودد فايل، بعطي له الفايل تمب وبعطي له الابلود باث كاملا مع الاسم. هيك عملنا الابلود، هيك عملنا الابلود. نيجي على خطوه منفصله تماما، هو السيف على الداتابيز. بدي اسيف الموديل والير، سيبونا من حقل الايمج حاليا، بدي اسيف الموديل والير، الموديل والير. فبدي اجي اقول له طبعا بدي اكتب الكويري بتساوي insert into cars. بدي اسي اقول له هنا سيف لي في الير والموديل values، القيمه اللي جاياك في الير والقيمه اللي جاياك في الموديل، بس انا فعليا لسه مش عاملهم، فخلينا اعملهم او خلينا اجيبهم من البوست. الير بتساوي post of year، والموديل بيساوي post of model. وبعدين هنا باجي اقول له يا سيدي بدك تعمل لي MySQL زي ما تعلمنا بالضبط، MySQL I query، MySQL I query. بعدين هنا الريزلت بتساوي MySQL I query، بعطي له الكونكشن اللي انا اصلا جايبه من الانكلود. الانكلود هجيبه كمان شوي. وبعدين هنا بعطي له الكويري نفسه، الكويري نفسه الانكلود بتدخله من هنا بحطه هنا. وهنا يا سيدي بدي اقول له انه الاكشن تبعك اللي هو الاكشن دوت بي اتش بي، الاكشن جاهز وكل شيء تمام، الاكشن جاهز وكل شيء تمام. طيب نيجي نجرب. طبعا انا هنا لحتى الان ما ربطتش الايمج مع الكار، هي هو الايمج هنا هيرمالها ابلود لحال وهيسيف الكار لحال بدون ايمج، يعني فيش ربط بينهم خالص، بس بدي اجرب وبعدين بنرجع كمان مره. فنيجي هنا برضو عشان نتاكد، خليني اعمل السيلكت عشان يعرضهم قدامي، بدي اعمل السيلكت عشان يعرضهم قدامي. هنا بدي اقول له تيبل كلاس تيبل تيبل بور درد، وهنا تي هيد تي ار تي اتش بتعرض الموديل وبتعرض الير. بعدين زي ما تعلمنا طبعا هذا الكلام احنا اخذناه كله سابقا. تي بادي بعدين هقول له هنا عاد بدي افتح للفور ايتش، فور ايتش لا 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 وين 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 انا بخي راح للارفل. طيب في عندي كويري بتساوي select all from cars، select all from cars. وبعدين بقول له انه الريزلت بتساوي MySQL I query، بعطي له الكونكشن. انا اريد عامل import او include يعني، وهنا بقول له خذ لي كويري تمام. بعدين بقول له if MySQL I num rows result اكبر من زيرو. بعدين بقول له while row بتساوي MySQL I fetch associative result. في كل رو هقول له يا سيدي ايكو اعمل لي كالتالي، اعمل لي تي ار وتي ار، سكر التي ار. بعدين اعمل لي تي دي وسكر التي دي. هذه التي دي اولى اللي هتعرض ايش الرو اوف موديل. خلصنا التي دي الاولى، نيجي على التي دي الثانيه نفتحها تي دي نسكرها. بعدين نعمل concatenation وقول له هنا row of year تمام.
هيك الفيو كارز شغالة. نيجي هنا لوكال هوست، بدي اخذ نفس هذا عشان الفيو. فيش حاجة عرض لي اياها خالص، بس برضو البوتستراب لا يعمل زي قبل شوية. خلينا اتأكد ايش المشكلة بالضبط. هنا برضو الباثز هدول، الباث جمعها باس بالمناسبة، يعني مش باثز، باث جمعها باس. طيب نرجع، طبعا ما فيش داتا يعرض لي اياها لانه لسه ما ضفتش حاجة، فبدي اجي اضيف، بدي اجي اضيف اقول له الموديل مثلا بي ام دبليو، ربنا يرزقكم فيها جميعا 2020، يلا كيفه. ونيجي اجيب هذه الصورة مثلا واقول له سيف. طبعا هو راح على الاكشن ما رجعش. نيجي هنا سيف اي بي ام دبليو 2020، دعم الرجوع. نضيف مثلا نيسان 2014، عليها نفس الصورة مش مشكلة كبيرة، وسيف. تمام سي، انا راح على الاكشن وانا رجعت عملت باك. طيب هاي صار في عندي سيارتين. طبعا هو عمل فعليا ابلود فايل، لو جينا هنا نشوف فتحنا الايمجز، لا لسه ما عملش ابلود فايل، في اشكاليه فعليا في مش رافع الفايلز. خليني اتاكد من الاشكاليه بالضبط. نيجي على الاكشن، انا قلت له احنا هنا في السيستم مفترض يرجع لورا، مفترض يرجع لورا، برضو هذا الباث غلط. احنا هنا في السيستم بدي ارجع لورا بعدين ادخل في الابلودز بعدين في الايمجز، بدي ارجع لورا ادخل في الابلودز بعدين في الايمجز. طيب مش مشكلة، نسيف كمان مرة، نقول له يا سيدي مرسيدس بنز الير 2018. هاي الصورة. طيب مفترض انه رفع المرسيدس بنز، بس هذه الصفحة سكرت مش اشكال. نيجي هنا على اين راح. تمام برضو في اشكالية لسه في الرفع، خلينا نتأكد منها بالضبط. طيب الان انا شيكت على المشكلة، هي المشكلة مش في الكود، المشكلة للناس اللي بتشتغل لينكس عارف المشكلة هذه كويس، مشكلة الفايل بيرميشنز. الفايل بيرميشنز ان هو انه اللينكس عادة لما انت تنشئ فايل جديد او فولدر جديد بيمنعك او بيمنع اي تطبيق انه يكتب او يضيف على هذا الفولدر غير انه تعطي له بيرميشن، فانا اعطيت البيرميشن وخلص من الشغلة. بس هنا بس في شغلة انه احنا نعطي له هنا الات هذه بتاعت الفايل اكستنشن عشان يجيب الاكستنشن صح. فنرجع نجرب كمان مرة. نرجع هنا الموديل، انا اسماء السيارات فوكس واجن 2014. نيجي نختار هذه، سيف، نرجع. طبعا مفترض انه الكار ضاف لانه ضاف اصلا فيش فيها مشكله الفوكس واجن. نيجي هنا اضاف الملف زي ما شايفين. طيب واعطى له اسم زي ما احنا شايفين، برضو رقم طويل وغالبا بتكرر الشونيك. طيب الان كيف تربط هذه بهذه؟ انا رفعت صوره منفصله عن الكار زي ما شفنا بالضبط، كيف تربط هذه بهذه؟ الربط باختصار شديد بيجي على خطوتين، الخطوه الاولى في التخزين والخطوه الثانيه في السلكت. في التخزين بتعمل شغله واحده، شايف الابلود باث هذا؟ احنا مش عملنا حقل سميناه ايمج في الكارز، عملنا حقل سميناه ايمج في الكارز. الابلود باث حطه هو قيمه الايمج، في الانسيرت حط الابلود باث هو قيمه الايمج. كمان مره، في الانسيرت حط قيمه الابلود باث هي الايمج، ما عدا انه انت بدك تشيل تعون الرجوع هدول، تعون الرجوع هدول بدك تشيلهم لانه هذول غلط، غلط انهم يتخزنوا، وهنعرف كمان شوي. فكمان مره الابلود باث هذا بتعطيه هو قيمه للايمج، بس بتشيل لو كان في عندك رجوع بتشيله. طبعا هذا الكلام على الريلاتيف باث، لو انت بتستخدم ابسولوت باث بتحفظه زي ما هو، بتخزنه زي ما هو. طيب بس احنا كل كلامنا هنا على الريلاتيف باث، وهنا بنيجي بنقول له ايمج بتساوي انه الابلود باث هذا، الابلود باث بدي اياه بس بدي اشيل منه تعين الرجوع. فانا بقول له str replace، بدك تبدل لي يا سيدي اي عندك دوت دوت سلاش، بدلها بقيمة فاضية في الابلود باث. وهنا بدي اضيف له الايمج، وهنا برضو بدي اضيف له الايمج.
بدي اضيف له ايمج. تمام. الان نيجي طبعا في الكريت مش راح يتغير حاجه، احنا بس قاعدين نغير هنا في الاكشن. هذه نقطه. الان انا فهمت انه التخزين هيك صح، يعني هيك التخزين صح، بس في عندك مشكله. انا مش بدي استرجع الصوره، الصوره هذا ارجع لها ترجع لي يعني مثلا، خلينا نشوف عشان اوضح لكم اياها بشكل ابسط. نيجي على السيلكت، في السيلكت هنا بدي اقول له يا سيدي هات لي الريزلت هذه، بدي اقول له مال لي فار دمب للريزلت. فار دمب هذه الطريقه من طرق الديباجنج، ان انت لو بدك تشوف، بدك تشوف داتا قبل ما تشتغل عليها بتستخدم فار دمب او بتستخدم دي دي. في حاجه ثانيه اسمها دي دي بس انا موقف الديباجنج عندي، فاستخدم فار دمب. نيجي هنا ان ران. لا انا بدي شو اسمه، بدي اعمل فار دمب بس لاول رو. نعمل فار دمب للرو. طبعا هو الشكل هيخرب بهمناش، انا بس بدي اشوف الداتا. هيو في عندي مثلا الرو الاول جايب لك الاي دي تبعه واحد، الموديل تبعه بي ام دبليو، اليير تبعته 2020، الايمج تبعتها نل، لانه احنا هيك ما كناش نسيف، احنا لحد اللحظه ما سيفناش يعني ما اشتغلناش على موضوع الايمج. فنيجي نضيف كار جديد الان عشان نشوف كيف بدها تتخزن، كيف بده يكون حقل الايمج في الكار هذه. نيجي عاد نفكر في اسم جديد، جيلي، الجيلي اللي هو الصيني 2010. نضيف له صورة، سيف، نرجع هنا على فيو. هو مفترض انه ضاف، بس خليني اتأكد من الموضوع انه ممكن يكون صار في خطأ معين. نيجي هنا، احنا نسين هذا، نسين سيمي كولوم. نرجع نعمل ريسند. طيب مفترض انه ضاف الان. تمام، ضاف فعليا. هاي سيارة الجيلي اخر واحدة، الموديل تبعها جيلي اللي هي 3 2010. الايمج الايمج زي ما احنا شايفين فعليا جايب الابلود باث بس بدون الرجوع، هو هذا اللي احنا بدنا اياه. بس هذا لما بدي اجي اعرضه كايمج، بدي اجي اعرضه في تاج الايمج بزبطش، بدي اجي اعرضه في تاج الايمج بزبطش. فهذا بنفعش يكون لينك، احنا عارفين انه انا لما بدي اجي اعرض الايمج هنا في تاج الايمج بزبطش. يعني مثلا خلينا بس اول شيء نشيل الفار دمب هذه، بما انه راجع الايمج فبدي اعرضها هنا. اقول له هنا مثلا ايمج، لا تي اتش ايمج، وهنا بدي اقول له تي دي، وهنا تي دي، وطبعا بدي افتح تاج ايمج سورس. السورس احنا عارفين بياخد لينك الصورة، السورس بياخد لينك الصورة، بس احنا فعليا مش مخزين لينك، احنا مخزين الباث تبعها، والباث تبعها يعني بيعطيش لينك في الاخر مش راح يشتغل. فلو جينا هنا على هنا عملنا رن، طبعا هدول هيك ما كناش لسه عاملين قصة التخزين تحت الايمج فهدول نل. بس نيجي هنا الصورة مش شغالة، الصورة فعليا مش شغالة، فبدنا نضيف اللينك. ايش هو اللينك تبع الصورة؟ بسيطة، هيو قدام لوكال هوست ويب 2021 كورس ليكتشر 18 كذا كذا، وبعدين لغاية هنا احنا معنا هو هذا اللينك. اللي بعد هيك هو البث اللي جاي من الداتابيز اللي شفناه قبل شوي، اللي هو ابلودز ايمجز اسم الصورة. فهذا هذا اللي احنا معلمين عليه، بدك تعمل له كونكاتينيشن، بدك تعمل له كونكاتينيشن مع باث الصورة. فننسخه، نرجع هنا او جينا عملنا زي هيك وقلنا سلاش دوت منا هيك، هاي وجاب لي اياها، بس جاب لي اياها كبيرة، فخلينا بس اعدل في الويدث تبعها. ويدث بيساوي 30 بكسل، لا هيك زودنا 300 بكسل زي ما احنا شايفين. هاي وجابها، جابها بشكل صحيح. فبتلزق بتلزق اللينك مع الباث. عشان يكون الامر ابسط وافضل، حط اللينك في مكان واحد واستخدمه دائما، بدل ما لانه لما انت تيجي ترفع السيرفر اللينك هذا هيتغير، ولو انت شغال على اوبريتنج سيستم ثاني اللينك هذا هيتغير. فحط اللينك في مكان واحد، حطه في فايل، والفايل هذا اعمل له انكلود. فممكن تيجي هنا تعمل له فايل، تقول له نيو فايل، في الانكلودز تسميه مثلا سيستم كونستانتس دوت بي اتش بي، بي اتش بي، وهنا تقول له بي اتش بي. تعرف فيه مثلا اري،
تسميها سيستم بتساوي، تعطي له مثلا هنا الستورج يو ار ال او الستورج بيز يو ار ال بيساوي اللي اخذناه قبل شويه مع سلاش. طبعا ممكن نضيف كونستنس ثانيه انت حر، بس انا بقول لك ايش اللي بلزمنا حاليا. وهنا بدل ما تجيب اللينك في كل مره تكرره، لا بس طبعا بدنا نعمل، تنساش نعمل هنا الانكلود وانس، انكلود وانس، ارجع لورا، روح على الانكلودز، بعدين هات لي السيستم كونستانتس دوت بي اتش بي. وهنا يا سيدي وين كنا احنا؟ هنا بتقول له السيستم اوف ستورج بيز يو ار ال. نيجي نجرب، مفترض انه شغال تمام. هيك بنكون تعرفنا كيف نربط الابلود فايل بالداتابيز. الله يعطيكم العافية.